مفردته الثالثة القرآن، والمفردة الرابعة القرآن. وقد جاء في مسند أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن. وجاء هذا من حديث جماعة من الصحابة مع اختلاف سياق المتون، لكن أصلها ومقدمها الأمر بتعلم القرآن، وهو كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلم القرآن يثمر حفظ الأمن الفكري، لأن القرآن كتاب هداية. فأنت تقرأ في أول المصحف بعد الفاتحة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن كتاب هداية، وهذه الهداية لا تنحصر في باب من الأبواب أو نوع من الأنواع العلمية أو العملية، بل هي هداية عامة تستوعب جميع ما يحتاجه الناس. وهذا أنشأ عند المدركين لحقيقة القرآن الاستغناء به، فصنفوا فيه الاستغناء بالقرآن أو بوبوا على ذلك، وممن بوب على ذلك إمام الدعوة في كتاب فضل الإسلام، وممن صنف فيه أبو الفرج ابن رجب، فله كتاب نافع في الاستغناء بالقرآن، لكنه لا يوجد اليوم، وإنما يوجد له مختصرات حقق أحدها في الجامعة الإسلامية، وهو مختصر لابن عبد الهادي الصغير المعروف بابن المبرد، فإنه صنف كتابا في اختصار كتاب أبي الفرج ابن رجب يوقف المرأة على حقيقة الاستغناء بالقرآن. ومن جملة ذلك حصول الاستغناء به في حفظ الأمن الفكري. فالعبد إذا أقبل على القرآن وتعلم القرآن وجعل القرآن كتاب هداية له، لم يمكن لمفسدات العقل أن تعرض له، لأن الهداية التي يستمدها من القرآن تدفع تلك الغوائل. فالقرآن بمنزلة الشمس، وتلك الغوائل بمنزلة ما يضر من الحشرات، وإذا طلعت عليها الشمس قتلتها. فكذلك إذا طلعت شمس الهداية القرآنية على القلب أخلته من كل ما يفسده وأمدته بكل ما يقويه. ومن هنا علم أن القرآن هو أصل العلم والخير. وقد أنشد ابن عباس: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. فالذي يقرأ القرآن ويتعلمه ناظرا إليه كونه كتاب هداية ينتفع به في أبواب كثيرة، ومن جملتها ما يسمى بالأمن الفكري، فيثمر القرآن فيه حفظ عقله من الاختلال. وإذا أدمن القرآن ولزمه صار عقله مستقيما لاستيلاء الهداية الربانية على قلبه مما جاء في القرآن الكريم.